بحثاً عن مجد جديد في كأس العالم للأندية، يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غداً السبت اختباراً قوياً أمام نظيره فلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. وعقب مباراة ريال مدريد نادي القرن العالمي وبطل أوروبا العريق في نصف نهائي المونديال، رفع الأهلي شعار لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب، وبدأ الاستعداد بكل قوة لمباراة فلامينغو المهمة والمرتقبة. وخاض الأهلي 3 مباريات قوية حتى الآن في كأس العالم للأندية بالمغرب، ظهر خلالها كمنافس قوي وعنيد لعدد من أقوى الأندية العالمية وأجبر العالم كله على احترامه. واختتم الأهلي استعداداته للمباراة بتدريب رئيسي اليوم الجمعة، ركز خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، ومنح بعض التعليمات لعدد من لاعبيه لتنفيذها خلال المباراة. وأوضح كولر أن الجهاز الفني شاهد عدة مباريات لفريق فلامينغو ودرس نقاط القوة والضعف فيه، خاصة مباراة الهلال السعودي التي خاضها الفريق البرازيلي مؤخرا، وشدد على قوة المنافس وأنه فريق يمتلك عناصر مميزة للغاية. وحرص كولر على رفع الروح المعنوية للاعبيه، مؤكدا لهم ثقته الكاملة في إمكانياتهم وفيما قدموا خلال البطولة حتى الآن، مشددا على أن الأهلي كان أكثر من ند لريال مدريد أقوى فريق في العالم وقدم كل ما لدي وخلق العديد من الفرص، لكن المشكلة كانت في عدم حسمها. الأهلي وفلامينغو، مواجهة جديدة في سلسلة الصراع بين الأهلي وأندية قارة أمريكا الجنوبية. وكعادة الأبطال يخوضها الأهلي رافعا شعار الفوز، بحثا عن البرونزية المونديالية الرابعة في تاريخ المارد الأحمر.